اليوم شفت الوضعيات، اللاعبين دخلوا كما يلزم، عندنا 6 ولا 7 فرص من الشوط الاولاني كنا نجم نسجلوهم. الاولاد على مستوى تخرج الكره، على مستوى التحضير كانوا كما يلزم، على مستوى نهايه الهجمه كانت نقصتنا شويه. مالوريزمون ما كناش محظوظين، خاصه نكملوا الشوط الاولاني واحنا منهزمين. نحب نقف على حاجه، رده فعل نتاع الرجال، رده فعل نتاع ديجانيور نتاع ناس هبطت تقاتل. كي دخلنا ما بين الشوطين تكلمنا على اساس اللي كانوا اذا ما نعملوش رياكسيون نتاع فيرتي نتاع اورغوي، خاطر الميتون الاولاني هو ميريت باش نكونوا اومين او سكور. الحمد لله الرجال جاوبوا، عملوا دوزيام ميتون محترمه برشا، ماهوش سهل باش ترجع في النتيجه وتخلق 6 ولا 7 فرص وتسجل البونتو راه تسجل بالبرسيفيرونس. الدوزيام بيوت تسجل بالروح، تسجل بالفكر الجماعي، تسجل بالناس اللي دخلت عاونت المجموعه. نقول اعطيهم الصحه، ماهوش سهل اللي عملوه في الايامات الاخرين. ان شاء الله الجاي زاد يكون افضل ان شاء الله.